أهلا ومرحبا بكم على قناتنا أنا ومراتي مطبخ وخياطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا على قناتنا أنا ومراتي مطبخ وخياطة. هنقدم لحضراتكم النهاردة طريقة عمل شريط الستارة وتركيب الحلقات كمان. أي حد ما بيعرفش يركب شريط الستارة هيقدر يركبه بعد ما يشوف الفيديو ده، بس لو عجبك الفيديو بتاعنا دوت ما تنساش تعمل إعجاب على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل الجرس ليصلك منا كل جديد. اي سؤال او اي استفسار في صندوق الوصف بنرحب بكل اسئلتكم. وهنبدأ على بركة الله. اول حاجة هنعملها كده هنتني حتة طبعا من الشريط في الاول عشان ما ينسرش، وهناخد هنتني حتة هنتني جزء كده اهو، تانية تحت الشريط زي ما احنا شايفين كده، وهنبدأ نركب اهو بكل سهولة، سهل جدا. زي ما قلنا قبل كده اي حد بيحب مهنته او بيحب حاجة بيعملها هينجح فيها وهيبقى متفوق فيها جدا. زي ما قلنا قبل كده ان الخياطة دي من اجمل المهن واحلاها، زي ما انتوا شايفين كده اهو. طبعا ما بنشدش، بنمسك الشريط مع القماش الاتنين مع بعض كده علشان المكنة طبعا بتسحب من تحت، هنمسكهم الاتنين مع بعض كويس جدا اهو. ده كده جزء الايه يعني، ركبنا كده ناحية من الشريط. طبعا بنساوي كده عشان نعمل القفلة، بندني كده القماش طبعا الشريط عشان ما ينسلش، وبنلف والإبرة تحت طبعا اهو. هنبدأ نعمل الجزء التاني او الناحية التانية، الخياطة من الناحية التانية زي ما احنا شايفين كده، شايفين موضوع سهل وبسيط جدا. زي ما احنا ماشيين كده طبعا بنمسك زي ما قلنا الاتنين مع بعض، الشريط مع القماش، احنا كده خلصنا تركيب الشريط. هنعمل كمان تركيب الحلقات، بنمسك كده الاتنين مع بعض عشان نفرغ مكان الحلقة. طبعا الشريط دوت احسن من الشريط اللي فيه الحلقة المعدن، لان الحلقة المعدن ديت مع الغسيل بتخرج بتطلع اصلا من الشريط بتاع الستارة. الشريط دوت عملي جدا اهو. احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا، هنعمل كمان واحدة للتأكيد للناس اللي ما خدتش بالها. الموضوع سهل وبسيط جدا. زي ما احنا شايفين كده، وهنحط الوش بتاعها. لو انت اول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك.
احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا، بنتمنى ان احنا نكون عملنا حاجة النهاردة وافدناكم بالفيديو دوت. ما تنسوش تدعمونا عشان نستمر وعشان نقدم لحضراتكم كل جديد. اي سؤال او اي استفسار في صندوق الوصف بنرحب بكل اسئلتكم. طبعا دوت الشريط بعد ما ركبناه ده اللي تحت ده الظهر واللي فوق الوش في نفس الستارة. وأخيرا وليس بآخر، بيننا وبينكم هنقول لحضراتكم إلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.